فعلا بنقول انه عودتهم مهمه جدا وفي وقت مناسب جدا قبل افريقيا اللي هي الهدف الاساسي لينا. روح لمسؤول اتحاد الكوره اللي بيدرسوا زياده عدد اللاعبين في الموسم اللي جاي بقائمه الانديه ل 35 لاعب بدلا من 30 لاعب لمواجهه طبعا ضغط المباريات في الموسم اللي جاي واللي بيتخللوا كتير من التوقفات، وبالتالي هيتم الاتفاق مع الأندية على زيادة عدد القائمة مقابل عدم الاعتراض على جدول المباريات في الموسم الجديد. في اقتراح الحقيقة بيقول أنه هيكون 35 لاعب من بينهم 5 لاعبين مواليد 97 من أجل طبعا إعداد اللاعبين دول للمنتخب الأولمبي اللي هيشارك في الأولمبياد، وتحديدا بعد إلغاء الدوري الخاص بمسابقة 97. عندك تعليق على الموضوع؟